الكفار والمبكرين والأحرار ومنهم الزبيري واسمه والزنداني. فمن هو كان في نفس المنطقة، وعدد كثير من المثقفين وكانوا في هذا المنطقة وتحققت أشياء كثيرة. إحنا لا نستغرب إنه مثلاً إن في كوادر فعلاً جيدة وفي شباب يعني من الناس الطيبين، إنما يشتغلون يعني توعية كبيرة ويشتغلون جهد ويشتغلون عطاء ويشتغلون والحقيقة هو ما مع الإنسان في حياته إلا رأى وجدته خلال هذا، لأنه تعرف والله الدنيا كثير من الواحد يمشي ما بيتكلم عربي يعني ولا عمل على الله عز وجل على الله كيف أحفظ. إحنا زاد الحمد لله بعض صلاة وزاد الحمد لله، لكن ما بيجي لنا حتى الحين. فعلى كل حال احنا ما يجينا شيء حد وحد ولا شيء، احنا يهمنا مصلحة العمل ومصلحة أولادنا، لأنه الإنسان ما بيحنش أكثر من الدنيا. والحقيقة هو ما بيشتغلوا ببلاش، لأن هو أكيد الدولة سهلت لهم أوردكم وهذا نعم من الله. ولا الناس فضلين بيدوا ولا لو بيقلوا ما ننفع نحن نشتي نوظف الآن واحد يعني مراسل أو حارس في المدرسة حقكم، والله أعتقد أن احنا ما نقدر نحصل على نتيجة وهذا حقيقة. فعلى كل حال احنا لا نستطيع ان نصل الى نتيجه الا ببناء يعني باولادنا وشبابنا وشيباننا ويعني والناس الذي بيبذلوا يعني قصار جهدهم في مجال التعليم، وهذا هو اهم شيء، لانه البقاء لو اصلح والبقاء للشباب الذين يعتبروا اصل الحياه المستقبل، وهذا حقيقه. ونشوف ماذا قدره الطالب عندنا ونقارن ببقيه المحافظات الجنوبيه، حقيقه فرق شاسع لا يستهان بها، وهذا الشرف معروف. الناس الآن بيتسببوا على العلم، ما بيتسببوش على البنادق، من هو الذي يقتل؟ لا، هذا الكلام جلو الناس منه، وهذا ابن فلان وهذا المصدر، هذا الخبر ما عاد ينباك. الآن الناس بيتسببوا على الإنترنت وعلى الهندوة. وحقيقة القضية وما فيها هذا والجهاز في يعني في أعماق الجن، ويجب أن توفر المال الأشياء التي نقدر عليها نحن مصطلعاتنا، لكن الإنسان يبدي الشيء والباقي يعرض. فالإنسان يبدي الذي خارج عند الله وخلقه. على كل حال يعني يجب أن نحن نتفاهم مع الشباب الذي نشتي تفهمون أنه اليوم هذا إن شاء الله يصاب المهندس الشرفي وأعتقد طوال أنفض في طريقة يصلي من المعمر في معنى في معتر روبي كبير عدد 36 فصل بالإضافة إلى القاعات والإضافة إلى الأشياء التي هي خاصة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى إدارة المجتمع، بالإضافة إلى إدارة التربية والتعليم في الناحية في نفس المنطقة ومضاهم هكذا يعني الآن موجود بهذا الشكل. وهذا الكلام له أكثر من سنة ونحن نتابع، اعتمد الآن في ميزانية حدود 350 مليون. سمع قبل أمس لا عندهم ليش ما تبنوا، قالوا يا أخي الإعلان لم يتم إلا عن طريق أمور واضحة، وهي أنه نستلم الأرض ونعمل أطوال الأرض كم يوم تطور الأرض هذه من ناحية، بعدها يجوا في معانا بصيرة أو من هذا الشكل. أيوة على أساس أنه يتم الإعلان، إحنا قالوا نعلن فعلا محزن تناول الجراع أمس قبل أمس وكملنا كل شيء. واحد ترى المهندس قال لي انا اخرج ترى يخرج امس كل من مشي لويا انا اصلا، لكن ارجوك انه انا عارف انه عندهم افضل الموظفين في الجيوب يوم الخميس. قال افضل، لكن انا مستعد اخرج الشرفي هو يعني ضيفي علينا فلا يورث انا مستعد اخرج. فالان هو الان في صندوق قبل ساعه الحين بتقول لا قال انا بين الصيد هذا هذه يعني هذا هو الشيء الجيد. فإحنا نشكيل في دفة هذا المنطقة يكون قريب من المدرسة والجو التربوي هنا جو أيوة. وما نشتيش أن إحنا نتقلق، لو قلنا نشتينا في هذا الله بصورة ومع بصورة الآن هنا في المدرسة ما عرفش يعني مجال مفتوح كذي زحمة، إحنا نشتينا في الساعة شربوها. فقصدي أن إحنا نقول يا في هذا المنطقة الذي يا مصر الله كم يتلاحظ من هذا الشل والكل بين الكل ولا هو واحد من هذول الخضر والسمك يعني ينبع فوق المصر الله، أو مثلاً نفعل في هذا المنطقة هذا ربي الحظ مع ناس لا نفعلهم يعني ولدي أو مثلاً بيت جيدي بيبدو كل ما فيه سهم وهذا سمر بشكل عام أي أرض ما بيقصر أي شيء، لكن هذا وقت كثير أنهم تأدالهم الله في أول مال واشتروا أراضي ويا نعمة وقت ثاني شوي. فعلى كل حال هذا هو الشيء الذي هو موجود، هذا من ناحية. الناحية الثانية بالنسبة لها أقول للأساتذة بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في قضية السباحة والرياضة يعني أنا معلم رئيسي. هذا شرف على الجو. ألو.